حلوة سحلاتون سارق. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا أشرف. عيد ميلاد سعيد ان شاء الله. عقبال 119 سنة. والله مشكين. لا wünsche dir ein schönes Leben. Ein Leben, das so schön ist, wie als wenn du 200 Jahre alt würdest. Aber alles zusammen in 87 Jahren. Was kommt mir mit 10 Jahren für 77 Jahre? Wow. Best wish. تعرف قصة هذه قصة لبنانية. نعم. أحدهم يذهب إلى الطبيب ويقول له دكتور بدي عيشني تساعدني عيش 100 سنة. فبيسأل الدكتور قال له أنت بتشرب؟ قال له لا. قال له بتدخن؟ قال له لا. قال له بتزيدها بال الأشياء المرتبطة بالحب؟ قال له لا. قال له لا شو بدك تعيش صحيح لا عايز يمد في عمره يعني. ما فيش وقت. بس اور اي كان سينج كريم علي اورمان نارها اورمان نارا راسنا سيلي مالي سرلار منا sandoğaç balasına sandoğaç balasına balasına derimeli hurmanlar var kayınlar arasına belki dava tabalırmın yüreğinin yarasına yüreğinin yarasına yarasına I love you. Bravo. Yes. Süper. Kim? Ну, дорогого Ашрафа ждём как можно быстрее в Казани. Много друзей ожидают. Очень хотим, чтобы вы приехали побыстрее. Здоровье, творчество, полета, счастье. Спасибо, Рахмат. Жердиш. Калам биль каталани, муж в Испании. Я. Feliç aniversari, estic molt content d'estar aquí i d'haver-te conegut fa tants anys a Oman i espero que ens tornem a veure dintre de 12, 14, 50 anys més. Colossal amb intentar-hi. Ara un kelma, va. Un kelma. Ara un kelma. Un kelma. Yani, بعد كل الذي قيل. Something happened. Yeah, the same mistake as the way. Yeah, sorry. Then you make some editing, yeah? Because yeah, of course. Okay, of course. So I don't touch this anything. Yeah? Okay, okay. طبعا يعني بعيدا عن الملتقى ما فيش حد اسعد مني النهارده لانه رغم ان اللحظات الجميله قليله في حياتنا اليوم بسبب صعوبات كتير بيقابلها الناس اللي بنحبهم سواء اللي شفناهم او ما شفناهمش لكن بتمنى اذا كانت لي امنيه في هذا العام وهذا اليوم انه لو بنحتفل السنه الجايه تكون المشاكل بقت اكثر اقل حده لانه من الصعب انه يبقى فيه احتفال بجد وفي اللاوعي هناك مشاكل مؤلمه ولكن الاحتفال هو ايمان بالحياه اللي هتستمر وإيمان بالناس المحبة اللي بيصنعوا حياة أجمل لأصدقائهم وأنا سعيد جدا إنه على ترابيزة واحدة هناك الأنا والآخر مع بعض يعني بايدنار أحسيتية طارق الطيب جيري سليمانوفا رئيس سفيرينا أنجول ستيفا استنتج من ذلك انه بتدخن
انه بتاكل كثير وبتحب النساء. يعني النساء اجتمعنا في امرأة واحدة الآن يعني. تعرف كلمة جوت؟ ايه؟ لا في، il faudrait pouvoir la vivre deux fois. La vie est comme...